سلمى، وإلى مساحتنا الطبية رح ننتقل، حيث أن أغلب الدراسات تعتبر أن الصوم هو بمثابة استراحة للقلب وتقليل من الجهد الذي يبذله في ضخ الدم إلى المعدة والأمعاء، والبالغة نسبته 10% من إجمالي ما يضخه القلب للجسم. ولكن في فترة الأعياد والعودة لنظام الحياة الطبيعي، ما هي أبرز المشاكل التي من الممكن أن تظهر؟ لنعرف أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور حسن إبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية والقلبية. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك، وكل عيد وأنت بخير. إن شاء الله كل عام أنتم بخير وبلدنا كلها بخير. وأنت بخير يا رب. خلينا نبدأ مع حضرتك من موضوعنا لليوم. عم نحكي عن الفترة اللي هي ما بعد الصيام، ما أبرز المشاكل الصحية اللي ممكن تظهر عند مريض القلب إذا انتقل من الصيام إلى مثل ما بنعرف فترة الإفطار العادية؟ هو بصراحة الصيام بيساوي لنا مشاكل معينة للناس يلي عندهم أمراض قلبية حادة، مثل احتشاء العضلة القلبية أو خناق الصدر غير المستقر أو التضيقات الشديدة في الصمامات أو قصورات القلب الدرجة الرابعة. ولذلك هدول المرضى نحن بنمنحهم من الصيام، فهدول لازم يأخذوا أدوية على مدى 24 ساعة، لازم يكون وجباتهم معتدلة، ما بيصير يأكل وجبات كبيرة، مثلا يتناولوا كميات كبيرة من السوائل بشكل حاد. لكن حاليا بعد ذهاب رمضان، المفروض المرضى اللي عندهم أمراض قلبية، خاصة أمراض الداء الإكليلي وتضيقات الشرايين وخناق الصدر، هدول المفروض يكون لهم بعد رمضان توصيات خاصة، لحتى نحن نتجنب أنه تتفاقم هالأعراض عندهم أو يتفاقم المرض القلبي عندهم. التوصيات هي تتعلق بتجنب عوامل الخطورة. شو هي عوامل الخطورة للأمراض القلبية اللي في الداء الإكليلي على سبيل المثال؟ التدخين. يجب رمضان كان فرصة رائعة جدا للمرضى يلي كانوا عم يدخنوا، فهن يمكن قللوا كمية التدخين بشكل كبير. هلأ المفروض يحطوا برنامج لحالهم أنه يوقفوا التدخين، لأنه هي فرصة طيبة لهم رمضان، ولازم ما عاد يرجعوا للتدخين، لأنه ثابت بكل الدراسات وبكل الدنيا أنه التدخين هو أحد العوامل اللي مضيقة للشرايين وتؤدي إلى تصلب الشرايين وتؤدي إلى الاحتشاءات الحادة. من بين هالعوامل على سبيل المثال التناول الأطعمة المناسبة والحمية الغذائية المناسبة. كل المرضى اللي عندهم داء إكليلي أو عندهم أمراض نقص تروية أو خناق صدر، المفروض يظلوا محافظين على التزامهم بالحمية اللي التزموا فيها برمضان، يتجنبوا قدر المستطاع الدهون والدسم المشبعة أو الزيوت المهدرجة، والالتزام مثلا على سبيل المثال بالأطعمة الحاوية على السلطات والأغذية النباتية الخالية من الكوليسترول والتي تكون فيها كمية الكوليسترول متدنية جدا. من بين هالأمور الرياضة والمشي. يمكن رمضان كان يحد من حركة المرضى القلبيين إلى حد كبير، بعتقد هلأ بعد رمضان لازم يرجعوا يمشوا، لأن الرياضة وتغيير نمط الحياة لها دور كبير من الداء الإكليلي وأمراض القلب. من بين هالعوامل على سبيل المثال الالتزام بالأدوية يلي ممكن تحمينا من عوامل الخطورة الثانية، مثل الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني. لا شك أنه الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني هنين مرضين هنين يؤذوا القلب ويساعدوا على ضعف القلب وتضيق الشرايين، ولذلك المفروض بعد رمضان يلتزموا بأدويتهم، خاصة مرضى السكري. بقدر نحن ما نضبط سكر الدم بأرقام مقبولة، بقدر نحن ما نكون بعيدين عن مرض القلب. لا شك أنه الداء السكري هو داء قلبي قولا واحدا، فنحن لازم نضبط السكر لحد كبير. إذا قدرنا بالأدوية بمنظمات السكر، بالأدوية الخافضة للسكر، ما قدرنا بالأدوية الجديدة، ما قدرنا بالأنسولين، لكن لازم يظل عندنا هدف لمرضى السكري أنه نحافظ على سكر دم صباحي أقل من 100. الخضاب الجلوكوزي أو مخزون السكر أو السكر التراكمي لازم يكون أقل من 6. السكر بعد الطعام ساعتين لازم يكون أقل من 140 أو 150. مرضى الضغط لازم دائما يبتعدوا عن تناول الملح، لازم يلتزموا بأدويتهم الضغط لحتى نظل نحن محافظين على الوظيفة القلبية والعضلة القلبية بشكل جيد.
دكتور، تكثر الإصابة بحالات الاحتشاء وجلطات القلب. يوم نسمع كثير حالات بيقولوا فجأة اجيته جلطة، ولكن بعالم الصحة وصحة الجسد بيكون فيها مؤشرات والشخص مو منتبه، يعني مؤشرات تنذر بعوامل الخطورة والشخص ممكن يكون تجاهلها؟ نحن عادة عوامل الخطورة اللي حكيناها آنفا هي عوامل منذرة للداء الإكليلي، فنحن بقدر ما نحن ندير بالنا على صحتنا بتغيير نمط الحياة، بتجنب التدخين، بمراقبة الضغط، بالتزامنا بالحميات المناسبة، بضبط سكر الدم، بنكون بعيدين عن المرض القلبي. لكن ممكن هالأشياء إذا كانت موجودة، وفي شغلات مو بإيدنا، يعني في ناس الداء السكري مو بإيدهم، في ناس الوراثة مو بإيدهم، لا شك أنه الوراثة واحدة من عوامل الخطورة مو بإيدهم. فهدول الناس عادة لما يصير عندهم، يبلش عندهم المرض القلبي، بتبلش أعراض المرض تتناسب مع المشكلة القلبية اللي هي موجودة. على سبيل المثال ممكن يبلشوا يشكوا من تعب ولهتة وضيق نفس، ممكن يبلشوا يشكوا من آلام صدرية تنتشر إلى الذقن والذراع الأيسر، تزداد بالجهد وتخف بالراحة. ممكن يشكوا أحيانا من خفقان. فهي الأعراض مجرد ما بلشت تصير ولو على الخفيف، المفروض نحن نسأل الطبيب أو نراجع الطبيب لحتى نعيد تقييم الحالة ونشخص إذا نحن مقبلين على مرض قلبي، وإذا كان هالأعراض هي إلها قيمة وممكن تكون منذرة باحتشاء عضلة قلبية أو لا. ونحن حاليا يعني صرنا نشوف الاحتشاءات والداء الإكليلي بشكل كبير وواسع جدا. شو الأسباب؟ يعني يمكن تلوث البيئة يكون هو السبب، يمكن نوعية الغذاء تكون هي السبب، لا شك أنه انتشار التدخين له سبب، هو سبب مهم كتير، لا شك أنه يعني طبيعة الحياة تغيرت عن ما كان قبل. أكيد، وهذا اللي كان بدي أسألك عنه دكتور. صراحة يعني أنت جملت كتير من الأسئلة والاستفسارات اللي ببالنا اليوم من خلال جوابك، ولكن نمط الحياة، يعني كنت عم تحكي عن فكرة مهمة. اليوم مرضى التاج الإكليلي قد ايه بيتأثر بنمط الحياة نفسه للأشخاص، ويمكن فترة الصيام في كثير من الأشخاص بيكونوا بيصير عندهم حالة من الخمول بشكل كامل، إذا فينا نقول. في ناس بتقضي وقت الصيام نايمة مثلا، ما بتعمل حركة، في ناس ما بتلعب رياضة، ما بتتحرك مشان ما تعطش مثل ما بيقولوا. قد هذا الشيء بيأثر بشكل سلبي على مرضى القلب، وكيف ممكن نتعامل مع هذا الشيء، وخصوصا لما نرجع لنشاطنا الطبيعي بعد فترة الصيام؟ رح أحكي لك تجربة من الواقع اللي نحن عم نعيشه. أنا ابن قرية، أنا القرية كلها ما كان في ولا إنسان عنده داء إكليلي أو خناق صدر أو مرض قلبي. شو السبب؟ لأنه دالو كانوا يعتمدوا على شغلتين، كانوا يعتمدوا على الطعام اللي هو كانوا يأكلوه من الأرض، كله حشائش وأعشاب ونباتات. والشغلة الثانية كانوا يشتغلوا، وكانوا يشتغلوا بالأرض. فشوفي قديش نوعية الأكل وتغيير نمط الحياة اللي هو الحركة والنشاط والشغل قديش لهم قيمة كبيرة طبعا في الوقاية من الداء، من كل شيء. هلأ حاليا نحن قعدنا بعصر صار هو عصر الخمول والركود والكسل والإنترنت والموبايل والواتس والبرامج هاي كلياتها واليوتيوب، هاي كلياتها قللت الحركة، قللت نشاط الناس، صاروا الناس عم يأكلوا، ونوعية الأكل كلها تعتمد على الدهون والدسم والكربوهيدرات العالية، وما في حركة. هالشي عم يخلي الدهون وخاصة أنواع معينة من الكوليسترول اللي هي الـLDL كوليسترول تتكدس ضمن الشرايين ويخليها تسكر مع الزمن شوي شوي. فالغذاء والحركة هن شغلتين أساسيات في الوقاية من الداء الإكليلي وأمراض القلب الإكليلية والاحتشاءات العضلية القلبية. في كل الدراسات اللي صارت حديثا بتقلك أن الرياضة والمشي ولو بكمية قليلة أو مدة قليلة، يعني ولو نصف ساعة ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع، يعني تماما تمام تماما يعني. ولو ثلاث أو أربع مرات بالأسبوع نصف ساعة، فهي تقي إلى حد كبير من الداء الإكليلي ومن أمراض القلب. دكتور، خلينا نحكي كمان عن العامل النفسي، قديش بيأثر على الأمراض القلبية. كثير بنسمع أشخاص بيقولوا اجيته جلطة توفى، أو على الزعل اللي كثير صار معه احتشاء بالعضلة القلبية، قديش هي المعلومة صحيحة؟ هلأ كل الدراسات عم تقول الناس يلي عندهم اكتئاب أو عندهم أمراض نفسية أو هن غير مستقرين نفسياً تزداد عندهم نسبة الاحتشاءات وأمراض القلب. لكن في شغلة أنا حابب نبه عليها، أنه لا شك
انه عوامل الخطوره يلي حكيناها هي بالاساس كانت موجوده عند هدول المرضى. فبيكون في عندهم تغيرات في الشرايين، بيصير عندهم تضيقات او شرايين عصيديه. لكن الازمه القلبيه قد تكون بسبب، هي موجود التضيق بالشريان، لكن نتيجة الشدة النفسية العالية أو نتيجة زعل أو نتيجة وفاة قريب أو نتيجة شدة نفسية شديدة، في بالجسم هرمونات اسمها هرمونات الشدة اللي هي النور أدرينالين والأدرينالين. هي لما ترتفع لها وظيفة أنه ترفع الضغط وتقبض الشرايين، فالتضيق بالأساس موجود ضمن الشريان، على التعصيب ممكن يسكر هالشريان نتيجة التقبض، ممكن يساوي لنا أزمة قلبية. فبالاساس الناس اللي عندهم اكتئاب وعندهم شده نفسيه وعندهم زعل هن المعرضين اكثر من غيرهم. في ناس كثير بيزعلوا ما بيصير عندهم شيء، لكن بالاساس في تربه بالاساس، وهن هدول هو هذا عامل اضافي للاحتشاءات العضله القلبيه. نعم، يعني يمكن كثير من خليني اقول الاسئله بتنطرح لمرضى القلب، وهي طبعا تتبع حسب كل خلينا نقول اصابه وكل مرض بالشكل العام. يمكن بيشتركوا مرضى القلب يمكن بامراض ثانيه ممكن هي تاثر على مرضى القلب، ممكن اللي عنده سكري يصير مريض القلب عنده شوي اصعب العلاج واصعب بكثير شغلات. خلينا نحكي عن هي التداخلات بين وجود مرض اخر هو مرض مزمن ممكن يكون موجود مع مريض القلب. بصراحة الداء السكري هو مرض قلبي. أنا بقدر ما أضبط سكر الدم وأضبط سكري وأدير بالي على حالي وألتزم بالحمية وألتزم بالرياضة وحافظ على سكري بأي طريقة، سواء بالحبوب أو بالأنسولين أو بجميع أنواع الأدوية، وصارت المجموعات كبيرة من الأدوية اللي عم نعالج فيها نحن الداء السكري، وكل هاي المجموعات في قسم كبير منها حديث جدا حاليا أنقص إلى حد كبير من الداء الإكليلي وأمراض القلب الإكليلية. فبقدر أنا ما أضبط الداء السكري بقدر ما أعيش حياتي طبيعية. أنا في عندي ناس صار لهم معهم الداء السكري ومنهن أطفال، هلأ صاروا محامين وصاروا تخرجوا من الجامعة وصاروا أساتذة، هن عايشين حياتهم طبيعيه لانه هن دارين بالهم على حالهم وضابطين سكرهم مضبوط. في حين انه ناس ما بيديروا بالهم على حالهم، في سيدات كثير للاسف ما بيديروا بالهم على حالهم ومهملين لسكرهم، بتلاقي ما عم يقدروا يحملوا، عم يصير عندهم اسقاطات متكرره، ما في بيمضى سنتين ثلاثه الا فاتوا بقصور كلوي او صار عندهم عمى بسبب الداء السكري، بسبب عدم تناول الادويه، بسبب عدم ضبط السكر. ففي علاقه وطيده بين امراض القلب والأمراض الثانية التي تسبب أمراض القلب مثل ارتفاع الضغط والداء السكري. بقدر أنا ما أعالج الضغط مضبوط، بقدر ما أحافظ على أرقام الضغط ضمن الحدود الطبيعية اللي هي تحت 140 على 90 ميلي متر زئبق، بقدر ما أنا ألتزم بالحمية الخفيفة الملح، بقدر ما أتجنب التوتر والشدة النفسية، بقدر ما القلب والكلية والدماغ يضلوا يعني بوضعية جيدة وحالة جيدة، بقدر ما أنا أهمل الضغط، بقدر ما هالضغط هذا عم يأثر على العضلة القلبية اللي هي مضخة عم تضخ الدم لكل الجسم، بقدر ما عم تتضخم العضلة وبالأخير ممكن توصل المريض لاعتلال عضلة قلبية أو لقصور قلب بسبب ارتفاع التوتر الغير مضبوط. نعم دكتورة، بالوقت المتبقي نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل الناس، تفضل. أنا بتمنى من كل الناس، رمضان راح، رمضان كان هو شهر وفرصة كبيرة لناس كتير أنه يخففوا من الأكل لأنه هو سبب الأمراض غالباً. الناس كثير كان رمضان فرصة لناس كثير أنه يتركوا عادات سيئة، عادات يعني غير جيدة. فهلأ نحن رمضان راح، لازم نحن نستفيد ولازم نتابع على العادات المنيحة، العادات يلي بتساعدنا وبتحمينا من الأمراض القلبية. إذا أنا كنت مريض سكري أو كان عندي ارتفاع ضغط شريان لازم أراقب حالي منيح، أضبط سكري منيح وأضبط ضغطي منيح. الحركة والرياضة والمشي لها دور كبير وفائدة كبيرة، الالتزام بالأطعمة الصحية لها دور كبير، تجنب قدر المستطاع الزيوت والدهون المهدرجة وأطعمة الأسواق والاعتماد على أكل البيت هو دائما شغلة رائعة جدا ومفيدة جدا. أكيد، يعني نصائح متعددة قدمتها اليوم دكتور حسن إبراهيم الاختصاصي بالأمراض الداخلية والقلبية لكل مشاهدينا اللي تابعونا، بنتمنى الكل يكون سجلون لحتى يستفيد منهم، والصحة والعافية للجميع. شكرا لحضرتك. شكرا كثير لكم. شكرا لوجودك معنا دكتور. الله يسلمك.